تجميل، شهيوات وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو. عطيكم ستيك ديال الكفته. انا عطيكم ستيك ديال الكفته. الو غناخذو علاش عطيت ستيك ديال الكفته؟ لان بنسكيلو الكفته نقدروا في عوض ما نبقاو ديما حاطينها مشويه اولا دسميته، نقدروا نشكلوا في الطبله ديالنا، نديروا شكيله كلاس ونعطيو دي زاكومبانيومون ديالهم مع اش غادي نقدموا، وغير بحاجات بساط اللي ديما موجودين عندنا في الدار. دونك نسكيلو الكفته على هوتور ديال كلشي، كلشي يقدر يشري نسكيلو الكفته. دونك نسكيلو الكفته غنديروا معاهم ثلاثه البيضات، غنديروا 100 غرام ديال الكسكسو يكون مرقد في الماء، بحال درك 100 الله نفيقوا في الصباح نخويو على الكسكسو الماء ونخليوه يترقد. الوغ حتى ملي كيترقد تنشدوه حتى هو كيشرب الماء ديالو كله، مره مره ندوزو نحركو باش يتحلوا لنا دوك السيدات باش ما يتعجنوش. دونك ما تنجيو فين نبغيو نوجدو غدانا حتى تيكونوا واجد، تيكون هو ديجا مرقد ونشف من الماء وكلشي. دونك تنشدوهم تنخلطو مع ديك الكفته، تنديروا العطريه عاديه ديالنا في الكفته، تنزيدوا نص معلقه صغيره ديال المروزيه. ايه الوغ تنشدوا بابي الومنيوم تندهنوه بالزبده وتركبوه المول ديال الكيك داك الطويل. تنشدوه تركبوه ليه تنسطفو فيه ديك الكفته، تنقادو فيه ديك الكفته بحال الكيك، وتنغطيوها بديك الشياطه ديال بابي الومنيوم وتنطيبوها في البان ماري. ايه تنطيبوها في البان ماري. الوغ نخليوها هي طيب، نوجدو لي زاكومبانيومون مع اش غادي نقدموها. غنقدموها مع لسان الطير. يعني في عوض ما نبقاو غير روز الروز، دونك نديرو لسان الطير. الوغ تنشدو لسان الطير 100 غرام 125 غرام، تنحمروها على حساب الاشخاص ديال الاسره. تنحمروها في الزبده تتحمر مزيان تتولي اللون ديالو قهوي. الوغ تنشدو تنزيدو عليه هذا دامه تاع البنه ديال الحم اولا الحوت، الا كنا غنديروه مع الحوت هذا السانتير، الا كنا غنديروه مع الحوت نديرو كلشي ديال الحوت. ايه البويون في الحوت داك اللي عطينا البارح نتاع الكروزات المات كروزات، ونديروا دامه البنه تاع الحوت. كنا غنديروه مع الحم، دونك غنديروا الحم، غنديروا دامه البنه الحم وغنسقيو بالبويون تاع الحم. ايه الماء ديال الحم غنسقيو به، دونك تنسقيو البوطه تكون مهيله باش ما يتعجنش لينا. حنا تنسقيو بلوش، ملي تتنشف لينا ديك لالوش تنعاودو نسقيو تتبان الحبه صافي تفرزت وقفات. تنحيدو من البوطه وتنغطيو بزيت ونعاودو نغطيو بشي غطاء اخر. اللي كنا هذا بعدا هذا يطيب مغطي. ديما الغطاء تحركي وتغطي عاوتاني. الوغ تتبقاي دوزي كل مره هو بلا بوطه، تبقاي دوزي تحركي باش يتحلوا ديك الحبات باش ما يتلصقوش مع بعضياتهم. صافي وتديري ليه الملحه والابزار، واخا راه كلشي كاين في البويو غير تزيدي تذوقي تشوفي انت على حساب الملحه ديالك والابزار. صافي وتتخليه غتتقدم بحال الروز. ايه الوغ التقديم الثالث اللي غنديروا معاه هو لي بوم دو تيغ دو شيس، داك اللي بحال لاباتاشو. تنشدو بطاطا تنسلقوها تنمعكوها مزيان، تنزيدو عليها الكوزه، تنزيدو عليها معلقه ديال الزنجلان محمر وبيضه وشويه ديال الدقيق على حساب. دابا منين نخلطوا البطاطا مع البيضه عندنا ميزان من العجينه والجاريه ولا لا، غادي يزيدوا الدقيق على حساب العجينه، خاصها تكون بحال لاباتاشو، بحال العجينه ديال لاباتاشو وشويه ديال الخميره تاع الحلوه. ونديروها في لابوش، نديروها في لابوش ونديروا وريضات في لابوش، يعني نخرجوا البطاطا على شكل وريضات. نخرجوها على شكل وريضات، ندخلوها طيب فران متوسط 180 دكري. ملي تنشوفوها شدات في راسها صافي بدات طيب، تنخرجوها تندهنوها بالصفار البيض او البيض كامل وتندردروا عليها الجنجلان. ايه وتنعاودوا نخشيوها تكمل الطياب ديالها. ايه الوغ في الحطه تنديروا لي ستيك تنقطعوهم، تتكون عندنا دفات شويه ديك لي ستيك تنقطعوهم، هذوك الكفته تنقطعوها سو فورم دو ستيك، هذاك الشيء علاش نسميهم لي ستيك ديال الكفته. هي لانه جات في ذاك المول الطويل ساهل اننا نقطعوها. تنقطعوها على شكل تنزوقوا، تنديروا حداها لك هاد لي بوم دو تيغ دو شيف على شكل وريضات، تنديروا فيها السانتر
وتنقلبوه في الجناب ديالها وتنصوبوا واحد لاصوص سهلة تنديروها في الجناب تنديروها ما تنخويوهاش فوق الكفتة تنديروها فوق الجناب دونك لاصوص فيها البصلة مشلدة تطيب مع شوية الزبدة تنزيدو فوقها شامبينيون تنزيدو فوقها معلقة ديال الصوص الصوجة غير لاود لا كولور غير باش تبدلنا لا كولور باش ما نبقاوش غير دوك لي صوص بيضين بيضين دونك الملح والابزار وتنزيدو في الاخر لا كريم فريش صافي هادي تدور بها تتقدم في الجنيبات ديالها الله يعطيك الصحه يعني غديوه خفيفه وطبق متكامل ورا غنحط ليه ان شاء الله لافوتو ان شاء الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الله يبارك